السلام على رسول الله. بسم الله. فكاش آخر حصة درتها؟ زيد الكرسي ديالك هنا. المدة شي 10 أيام. 10 أيام؟ المدة ديال 10 أيام باش درت آخر حصة. هاد العشر أيام هادي كاملة اللي قضيتها من آخر حصة درتها، هذيك الحصة اللي درناها الأخيرة هذه 10 أيام كانت موراها جوج حصص من قبل باش نتبينوا واش بريت ولا ما بريتش ياك، ودرنا الحصة الأولى والثانية والثالثة وتبين أنك بريت، ضربت المدة ديال 10 أيام. دابا هذه 10 أيام باش درت آخر حصة، كاين فرق؟ كاين فرق تحسن؟ إلا سولتك قلت لك واش باقي مريض واش هتقول لي؟ واش زيد الكرسي ديالك هنا؟ ما بقيتش مريض. اعطيني ادله بانك انت ما بقيتش مريض وتشافيت. شحال من حاجه كنتعصب بزاف، ما كنتش نلقى في الدار. رفع الصوت ديال قدر المستطاع. ولد كنتعصب بزاف. زيد. من كندخل للدار ما كنقدرش نجلس في الدار، دابا كنجلس الحمد لله. تجلس طبيعي عادي. يعني عادي نورمال، كنجلس نورمال، كنجلس مرتاح. وشحال من حاجه يعني ما بحال مثلا كنت داكشي ديال الخبائث كدا مبقيتش نديرهم. نديرهم محرمات. محرمات مبقيتش نديرهم الحمد لله. زيد وشحال من حاجة صليت نصلى فقتها الحمد لله، مبقيتش تحس بزيار ولا ضايق في الصلاة؟ لا لا، كنت معذب في الصلاة ديالك. صلاة أكبر دليل البرهان. مرة ما مسوقش للصلاة الحمد لله رب العالمين. واخا هاد العشر أيام هادي قضيتها من قبل من الفترة ديال العلاج باش كنت مريض، حمو ياك؟ حمو كان فيك حمو. هاد حمو هذا واش هما الاشياء اللي كان مسببهم لك؟ كنت نمشي انايا يعني لبلاصه ديال المحرمات بلا ما نشرح. نمشي لبلاصه ديال المحرمات بلا ما نشرح. شو البلاصه ديال المحرمات؟ تلقى راسي تما الدار ما نجلسش فيها، يعني شحال من حاجه ما كان مابقاش راحتي فيها. زيد يعني بحال الخدمه عاوتاني ديالي كنقضي الوقت ديالي في المحرمات اكثر من الخدمه. اكثر من الخدمه. انت متزوج هادشي ما كنتش عارفه. الحمد لله رب العالمين. واخا كانوا عندك واحد الاحلام قبل الفتره ديال المرض ملي كنت مريض، قبل من الفتره ديال العلاج وحتى الفتره اللي كنت تلجا للرقات والرقيه وكنت تبع هنايا، كانوا احلام. هاد الاحلام بقاو؟ لا ما بقاوش. بصح البارح حلمت غير واحد الحلمه، ايه بحال هكا خويا دبز مع ولادو. البارح بسيطه يعني ما نطش منها مفزوع لا ضيق صدرك ولا كرش كتير. بحال اللي حسيت براسي بكيت شويه. كيت شويه البارح. بصح هذه البارح الحمد لله رب العالمين. يعني ديك الامور كلهم اللي كانوا ما بقاوش الحمد لله. الحياه الزوجيه ديالك كلها طبيعيه مع الزوجه ديالك مع انها ما كانتش طبيعيه نهائيا. يعني دوكا لا سولت قلت لك واش بريت واش غادي تقول لي؟ بريت الحمد لله. يعني هذا اللام لموسى ابر انك كنت درت الرقيه عند رقات اخرين وقالوا لك راه تم الشفاء وما كان والو، كيقولوا لك راه كبرت وكيطلع الجني. دابا راه درنا الحصه الاولى تشخيص وضربت موراها مده ورجعت درت تشخيص. عفوا درنا الحصه الاولى باش نتبين واش الجن يخرج ولا لا. درت الحصه الزوجه نتبين اي باش نتبين واش الجن يخرج. الحصه الثالثه باش نتبين واش الجن يخرج. وملي درت الحصه الثالثه ما بين الحصه الاولى باش نتبين، وحتى الحصه الثالثه راه فتره طويله يعني واحد المده ديال 15 يوم. ودابا من الحصه الاخيره اللي درتها باش نتبين واش الجن يخرج راه ضربت 10 ايام. يعني راك دابا تقريبا داخل في شهر ديال العلاج لما تم. وهذا الشهر هذا راك عايش فيه مخير. قضيت الوقت ديالك مزيان، العلاقه مع الزوجه مليحه الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان الا على الظالم. غادي نقرا واحد شويه. الحمد لله تحافظ على الصلاه وحمد الله عز وجل وشكر الله عز وجل على هذه النعمه ديال الشفاء. راه الله عز وجل فضلك بنعمه مغبون فيها كثير من الناس. راه بزاف نتاع الخلق راه مرض بزاف بزاف. هاللي عنده حموه، هاللي عنده عيشه، هاللي ماشي غير هاللي عنده شيطان، هاللي عنده عاشقه، هاللي كاين اللي راه الله المستعان راه حالات. فهمتني نصرها كتعاني. يعني انسان لما راه يفضلك على باقي الخلق وكيصطفيك واحد الباب وكينزل عليك الرحمه والشفاء راه نعمه، نعمه كبيره خصك تحمد عليها الله عز وجل. راه ماشي شطاره ولا حداقه ديال الراقي ولا، راه بركه الله عز وجل، برحمه الله عز وجل. راه الشفاء كله كيتم بيد الله عز وجل ماشي بيد تم مخلوق. الحمد لله. الله اسمع شي شويه.